بيليغريني يتقدم يلعبها في المرمى سريعا يتقدم الأجيال روسي روما يتقدم بأول هدف في المباراة عن طريق بيليغريني من ركلة جزاء أبناء العاصمة يتقدمون ذئاب روما تستمعون لأصواتهم يتقدمون الآن من أجل الذهاب إلى المركز الرابع من أجل موسم مختلف للعاصمين الذين يتقدمون الآن بأول أداء في المباراة حتى رائعة وجميلة وذاهبة إلى المرمى تعلن عن تقدم.